أهلا بكم في ذات. في هذه المساحة نحاور ذوات أصحاب البصمات في حياة أهلهم وذويهم وحياتنا جميعا. السعيد من يعيش الحياة بوصفها رحلة، يكافح، يسعى ويتسلق الجبال، لكن لا ينتظر بلوغ القمة حتى يحتفل، بل يستمتع بالرحلة ولا يبقي شيئا لخط النهاية. فالوقت الذي تقضيه في الطريق أطول من سويعات الوصول. كذلك كان ضيفنا اليوم الدكتور عبد الله القويس.